يا صباح الفل والجمال على حضراتكم، واول حلقه من اول موسم من برنامج ميديا زوم. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها في تفاصيل كتيره جدا مع حضراتكم. قبل ما نبدا فقرتنا احب ارحب زملائي في الاستوديو. يارا صباح الفل عليكي. صباح الفل يا سيف. صباح الفل عليك يا جميله. صباح النور يا سيف. طيب النهارده عندنا كلام كتيره جدا، وقبل بس ما نبدا الفقره بتاعتنا والاخبار، اخبار الترند واخر اخبار اللي موجوده النهارده معانا على الساحه العربيه والعالميه والمحليه، نحب بس نوضح كده للساده المشاهدين فكره البرنامج، وان شاء الله الفتره الجايه هتكون ايه. صباح النور على عيونكم، صباح الجمال وكل حاجه حلوه على عيونكم. قبل ما نبتدي ونتكلم عن فكره برنامجنا، عايزين نشرح الفقرات اللي هتبقى موجوده معانا في كل حلقه ان شاء الله، واللي هتبقى زوم على الاخبار كلها. بس اللي هتشرح لنا اكتر عن الفقره دي هتبقى يارا. اهلا بيك يا جميله، ومنورين انت وسيف، وصباح الفل على حضراتكم، وصباح الامل والتفاؤل. احنا فكره برنامجنا ان احنا بنعمل زوم على كل التفاصيل والاحداث الموجوده على الساحه المحليه وكمان العالميه. مش بس كده، احنا بنسلط الضوء على الاحداث اللي بتخص المجتمع كمان. وبنبدا بقى بالاخبار السياسيه اللي احنا طبعا اللي بتهمنا كلنا، والخبر الترند دلوقتي عالميا هو فوز بايدن مرشح حزب الديمقراطي في الانتخابات بمنصب رئيس الولايات المتحده. فاز بايدن بالارقام والاحصاءات، لكنه لم يتم تعيينه رسميا حتى تاريخ 20 يناير، وبكده هيكون هو الرئيس 26 للولايات المتحدة. وكمان مش بس كده، ترامب هو مش راضي خالص يعترف بهزيمته، هو ما عملش اي تصريحات وما صرحش باي حاجة، قام بالتشكيك واتهم بوجود تزوير في تصويت الانتخابات. حتى بايدن ما علقش نهائي على ان هو ما فاز او فاز في الانتخابات، هو بس قال ده وقال انه ان احنا لا يمكن ان احنا نستعجل بالحكم على الانتخابات. ما فيش غير اللي بين النتيجه ان انتشر فيديو لكاميليا هارس، هي نائب رئيس بايدن، وهنئته، كانت بتكلمه في التليفون وبتهنئه بفوزه. وعايزين طبعا نقول ان سواء بايدن او ترامب، هو ده الاصلح ليهم. طبعا عايزين بس نقول ان كمان مش عايزين نغفل، امبارح واول امبارح كان في منافسة شرسة عندنا طبعا في انتخابات البرلمانية 2020. طبعا يمكن بعد شوية ان شاء الله بإذن الله، او على اخر اليوم بإذن الله، النتائج هتكون واضحة بشكل كبير. من احنا بس اهم الترند حاليا معانا زي ما قالت يارا، كان الفوز يعني بايدن، يمكن هو ترامب مش عايز يعلن ان هو كسب، يمكن بس في بعض المناوشات كده، لكن في الاخر وفي النهاية أمريكا ليها سياسات معينة. أمريكا لازم عشان يكون في تداول للسلطة والحكم لازم يعلن المرشح الخاسر أنه هو خسر، والمرشح الكسبان يعلن أنه هو كسب. يمكن جو بايدن أعلن أنه هو كسبان وطلع واتكلم، والناس كلها يعتبر بشكل كبير جدا، حتى الإعلام الأمريكي طلع بشكل كبير قال أنه هو خلاص فاز بالمنصب، ويمكن كتير جدا من الرؤساء هنوه. ويمكن احنا هنستنى بس الايام القليله ان شاء الله المقبله، ان شاء الله يكون الفتره الجايه. طيب نخش بقى على يعني خبر والناس كلها مستنياه، يمكن الاعلام كله بيتكلم عليه حاليا من امبارح. يمكن دلوقتي منتخب مصر خلاص بيعلن قائمه المنتخب ال 26 اللي هتكون في مباراه التصفيات افريقيا باذن الله. يمكن التصفيات هتكون موجوده الفتره الجايه. يمكن اعلن حسام البدري المدير الفني لنادي المنتخب مصر، اعلن خلاص القائمه النهائيه اللي هيخوض فيها ان شاء الله التوقف الدولي الجاي. يمكن شهدت القائمه ضم 26 لاعب بينهم 3 حراس مرمى. يمكن يظهر كمان محمد شريف اللي بيقدم موسم رائع جدا مع نادي انبي، يمكن هو هيرجع خلاص للنادي الاهلي بعد انتهاء عارته. يمكن عايز بس اقول لكم كمان محمد بسام وابو الفتوح، يمكن ظهير سموحه والمعار كمان واللي رجع نادي الزمالك مره تانية، وحسام
حسن زميله في النادي السكندري موجودين في القائمة. يمكن بس هو يمكن حسام البدري ابتعد، احمد ايمن منصور مدافع بيراميدز، وكمان طاهر محمد طاهر المنتقل حديثا للنادي الاهلي بعد اصابته، هو دول بس المستبعدين من القائمه، واكرم توفيق المعار من الجونه كمان تم استبعاده. يمكن عايزين نعرف كلنا، يمكن هيلعب ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني مع توجو مرتين في التصفيات المؤهله لأمم افريقيا يوم 14 باذن الله ويوم 17، وان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراه هتكون صعبه جدا على المستوى المحلي. يمكن احنا مركزنا صعب وعندنا بعض المشاكل والازمات في التصفيات الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله رجاله منتخبنا الوطني تحت قياده المدير الفني حسين بدري هيعملوا حاجه. طيب نقول لكم سريعا كده قائمه منتخبنا الوطني: حراسه المرمى محمد الشناوي من الاهلي، محمد ابو جبل الزمالك، محمد بسام طراعي الجيش، الدفاع محمد هاني من النادي الاهلي. طيب قبل بس ما نكمل الكلام على منتخبنا الوطني، عايز بس دلوقتي نرحب على معانا على التليفون احمد اشرف الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا احمد. صباح الفل صديقي سيفو، او صباح النور بالساده المشاهدين. صباح الفل عليك. طيب احمد، عندنا كلام كتير جدا في الرياضه ويعني بعض الاحداث، منتخبنا الوطني وماتشين مهمين جدا في تصفيات افريقيا باذن الله، ماتش يوم 14 ويوم 17. كلمنا الاول على استعدادات المنتخب ان شاء الله للمباراه. طبعا المنتخب يعني الاستعدادات على قدم وساق، طبعا منتخب مباراتين صعبين جدا، يمكن التعادل في اول جولتين مع كينيا وجزر القمر حطينا في وضع صعب شويه. تمام. غير ان المنتخب بقاله اكتر من بقاله سنه تقريبا ما فيش مباريات دوليه، يمكن ده هتخلي الامور صعبه شويه. طبعا غير استعدادات، طبعا يعني اهتمام لاعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك تركيزهم اكتر على المباراه النهائيه في نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام. هيخلي الامور صعبه شويه على المنتخب. طبعا اختيارات الجهاز الفني للمنتخب انا شايفها اختيارات منطقيه الى حد ما، باستثناء مثلا يعني موضوع كهربا شويه، يعني في علامات استفهام شويه ان كهربا ما تمش استدعائه، في حين تم استدعاء رمضان صبحي اللي بقاله سنه كان مصاب وكده، يمكن طبعا هي دي اللي عليها علامات استفهام. طيب. شويه، بس اختيارات المنتخب الى حد ما بشكل كبير منطقيه شويه، اختيارات منطقيه. هو يعيب بس المنتخب معسكر المنتخب شويه الفتره الاخيره دي، يعني ما فيش حته التركيز شويه من الجهاز الفني ان هو قافل على لعيبته وكده، يمكن هي دي المشكله شويه. لكن المباراتين صعبين جدا، فريق توجو فريق لا يستعان به، لازم نفوز يا احمد التوفيق. لازم نفوز. لازم نفوز طبعا. طبعا لازم نفوز المباراتين، لازم نفوز فيهم، لان اي نتيجه غير الفوز هتحطنا في موقف صعب كتير وهتبقى الامور صعبه يعني. طيب احمد، يمكن انت في بدايه الكلام تتكلم على كهربا واستبعاد كهربا، تمام؟ شايف ان استبعاد كهربا بسبب الازمه اللي حصلت مع محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه ولا لا؟ سؤال خبيث ده. بنسبه كبيره ايوه، بسبب الازمه اللي حصلت. يمكن انا نفسي يعني بعيدا طبعا عن الاهلي والزمالك وكده، يعني كهربا رجليه في الملعب، كهربا اخر ماتش مقدم مستويات كويسه جدا مع النادي الاهلي، يمكن كان المفروض ان هو على الاقل يبقى متواجد، عدم تواجده علامه استفهام كبيره جدا. في المقابل تواجد رمضان صبحي لعيب كبير وكل حاجه، بس رمضان صبحي بقى له سنه ما بيلعبش. تمام. مصاب وكان مصاب ومش جاهز، ف يعني الاختيار غريب شويه. كان لازم يبقى موجود، خصوصا ان برضو المنتخب يعني مساله محمد صلاح لحد الان لم يتم حسم امره. صح. حته ان هو هيجي المعسكر ولا لا، فلو غاب صلاح هتبقى مشكله طبعا. المنتخب هيواجه مشكله هجوميه كبيره. طيب احمد، ماتش يعني نهائي دوري ابطال افريقيا حدث كبير جدا بين الاهلي والزمالك، ما بتحصلش وما حصلتش قبل كده ان فريقين من دوله واحده بيلعبوا نهائي افريقيا، شايف الماتش ازاي؟ وشايف كمان ان الاستعدادات كمان لعيبه الاهلي والزمالك مع المنتخب ده هيكون في صالح ماتش النهائي باذن الله عشان الروح الرياضيه اكتر؟ المباراه صعبه جدا جدا الصراحه، ويعني ما تقدرش تتوقع هتكون لصالح مين، وان كان انا شايف ان يعني لعيبه الزمالك عندها حافز اعلى شويه من لعيبه الاهلي. تمام. او مش حافز اعلى، لعيبه الزمالك يعني
عندهم اكثر يعني عندهم اطمئنان اكبر شويه من لعيبه النادي الاهلي، والضغوط عندهم اقل شويه. الماتش صعب قوي على الفرقتين، وتقدر تقول ان هي 50% 50% من ملاش ناحيتين. حسابات. بالنسبه للمنتخب بالتاكيد هو اللعيبه ما فيش مشاكل بينهم، اللعيبه اصدقاء. في المنتخب هتبقى الامور منفصله خالص، عكس في الملعب في المباراه النهائيه الامور هتبقى مختلفه تماما. كل لعيبه هيكون مركز مع فرقته وكده. لكن انا اللي مقلق منه، اللي ممكن خايف يكون توابع التأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا صح، يأثر على اداء اللعيبه مع المنتخب، او ان كل لعيب مثلا يبقى خايف ان هو يتصاب، خايف اي حاجه على تحصل نفسه له قبل المباراه النهائيه، وده هيأثر بالسلب على اداء اللعيبه. ده بإذن اكتر حاجه مقلقاني. بشكرك يا احمد، كنت معانا في ميديا زوم على قناه الصحه والجمال. بشكرك وان شاء الله باذن الله قريب تكون معانا في الاستوديو باذن الله. بشكرك يا احمد. طيب يمكن سريعا كده قلنا بعض الاخبار الرياضيه يمكن اللي الناس كلها كانت عايزه تعرفها وتسمعها. يمكن جبنا لكم كمان احمد اشرف يمكن الناقد الرياضي، وكلمنا عن الاهلي والزمالك وماتش ان شاء الله هيكون صعب جدا يوم 27، ومباراه كمان المنتخب ان شاء الله يوم 14 و17. طيب نروح بقى بعد كده اللي هي الحاجه كده على الهادي كده، الفن واللايت حاجه والحاجات لايت الجميله كده في الصباح بتاعنا في ميديا زوم. يمكن جميله هتقول لنا بقى يعني اخبار الفن كده ايه اللي بيحصل. انا الخبر بتاعي خبر لايت. اخر خبر معانا النهارده هو الخبر الفني، واللي هنتكلم فيه عن اخر خبرين ترند في الفن عموما، وهو الغاء سبب الغاء افتتاح حفل افتتاح مهرجان اسكندريه السينمائي. عايزين نعرف هو ليه اتلغى. ووضح الامير اباظه رئيس مهرجان الاسكندريه انه بدا المهرجان من غير حفل افتتاح. عايزين برضو ده نعرف ايه سببه، وكان مقتصر بس على ندوه في مكان مغلق على مع الحرص على صحه الموجودين باتخاذ الاجراءات الاحترازيه، وده كان عن طريق التباعد ما بين الناس ولبس الكمامات، وده عكس اللي حصل تماما في مهرجان الجونه. فعايزين نعرف اكتر عن الاخبار الفنيه. يا ترى حسين انسي معانا؟ طيب يمكن بس لغايه ما يجي لنا الناقد الفني يمكن احنا عايز بس نقول بعض الحاجات. يمكن الامير اباظه زي ما قالت جميلة حصل بعض المشاكل المناخية والنوة كبيرة جدا في اسكندرية، ده حصل بسبب الإلغاء الافتتاح. إن شاء الله بإذن الله يمكن خلاص التكريمات حصلت في مكان، وفي الأمير أباظة قال إن هو كل التكريمات هتحصل في مكان مغلق حفاظا على بسبب الطقس والسيول طبعا، فحفاظا على الأرواح طبعا بسبب الأحداث. عايزين بقى نتكلم شوية كده قبل ما نختم فقرتنا الفنية، واللي حصل في مهرجان الجونه بعض الاحداث. يمكن الحمد لله الناس بعد كده يمكن خافت شويه، يمكن لازم بس ان احنا نمشي على الاجراءات الاحترازيه اللي الدوله عملتها وعاملاها. يمكن ما فيش حد هي بعد كده اي ايفنت، احنا مش هنوقف اي ايفنتات لا فنيه لا رياضيه ولا اي حاجه، ومش هنقف على اي حاجه معينه. الدوله قالت نشتغل بكل حاجه بس نحافظ على نفسنا، نحافظ على السلامه والوقايه يبقى اللي في موجوده. ما بيننا مسافات، نلبس الكمامات، نبقى ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه، لان في مهرجان الجونه في بعض الفنانين اصابوا بالكورونا بسبب ان هم ما اهتموش بالحاجات دي، وده طبعا عمل ازمه وخلى ان مهرجان الاسكندريه يبقى من غير افتتاح وياخدوا الاحتياطات اكتر. طيب يمكن خلصت كده يعني فقرتنا الأولى وأخبارنا أخبار الترندات اللي موجودة على الساحة دلوقتي. بإذن الله بعد الفاصل خلاص بقى هنستقبل فقرة تانية، فقرة مهمة جدا مع زملائنا الأعزاء. هنطلع لفاصل وهنرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا. صباح الخير على المشاهدين، بنرحب بيكم في أولى حلقات برنامجنا برنامج ميديا زوم. ودلوقتي فقرة أنا وأنتي. خلوني أرحب الأول بزملائي يوسف ومحمود. صباح الخير يا محمود. صباح الخير صباح عليك الخير يا رهام. صباح الخير على عليك يا يوسف. صباح الخير على جميع مشاهدينا الكرام. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا رهام. صباح الخير على كل مشاهدينا. الفقرة دي مميزة، بتتكلم على تجارب من الواقع، تجارب من المجتمع.
بنتكلم فيها عن تجربة لو بصيت بتقابلك كل يوم هتلاقيها كتير، هتلاقيها حواليك بين أصحابك بين قرايبك، وساعات تقف عندها وتلاقيها معقدة وتسأل نفسك سؤال غريب، يعني هو ليه الدنيا معقدة كده؟ ليه الدنيا صعبة كده؟ ليه الدنيا مش سهلة؟ النهاردة موضوعنا عن الخوف من تجربة الزواج للمرة التانية. التجربة دي بالتحديد بتقابل حالات عندها حالة سابقة من الزواج ولكنها فشلت ولم تكتمل، وكانت يعني وتركت أثر سيء جدا داخلهم. في عندهم صراع داخلي بين يعني شعور بفكرة الاعتياد على الزواج وشعور تاني حاليا ان هم متأثرين بمشاكل وصعوبات مروا بيها ومش عايزين يكرروا التجربة تاني. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة، هنتكلم عن أسباب الخوف من تجربة الزواج للمرة التانية، هنتكلم عن الشعور ده بيواجه الست لوحدها ولا كمان الراجل، هنتكلم هل تجربة الزواج للمرة التانية ممكن تكون تجربة ناجحة وموفقة وتستمر عن الأولى. كل ده هنتكلم عنه من خلال هذه الفقرة، لكن الأول حابة أن احنا نتكلم عن فكرة الزواج عموما وبالتحديد يعني رأي الشباب في النقطة دي، لأنه هل في شيء اتغير عن زمان؟ يعني زمان كان المعتاد أنه الناس بتفكر أنها أو الشباب بيفكر أنه هو يخلص الدراسة ويشوف فرصة عمل ويتزوج. ايه الجديد دلوقتي؟ ايه اللي حاصل دلوقتي؟ يوسف كده يقول لنا الدنيا ايه بما انه عايش المرحله دي. والله طبعا يا ريهام في فرق كبير بين الشاب دلوقتي والشاب بتاع زمان. زمان كان كل طموح الشاب ان هو بعد ما يخلص تعليم يخش مرحله ان هو بقى خلاص انا عايز اشتغل عشان اعرف اكون اسره، اعرف بقى انا كشاب اشبع رغباتي. لكن زمان كان في عادات وتقاليد بتحكم غير دلوقتي. دلوقتي بقى في انفتاح كبير جدا عن زمان، طبعا مع دخول السوشيال ميديا في الموضوع ومواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى الموضوع اسهل من اللي هو اتواصل مع البنت اسرع من زمان. لكن زمان لا، ما ينفعش، ما فيش مرحله اللي انا اخش بقى واحاول بقى اعيش فتره حب قبل الخطوبه والكلام ده. لكن دلوقتي لا، دلوقتي انت ممكن تقدر عادي تتكلموا عادي، يعني يبقى في يبقى في لقاء بينك وبين كتير بقى عن طريق كذا أكتر. حاجه بقى الشات بقى والتليفون كتير انستغرام وفيسبوك خلى فعلا التواصل يبقى اكتر بصوره سريعه جدا، بصوره سريعه او خلى الشاب اصلا من خلال الموضوع ده انا اقدر اشبع رغباتي، يعني من غير بقى ان انا ممكن اتقدم واخش بقى في رسميات اكتر، لا انا ممكن دلوقتي اعيش حياتي، ايه اللي يجبرني على الجواز دلوقتي واشيل مسؤوليه اسره وعيال والكلام ده، لا انا ممكن افضل زي ما انا عايش حياتي وفي قدام شويه كده بقى بعد ما اخلص رغباتي كلها واعيش واعمل اللي انا عايزه اقدر ان ارتبط. ممكن برضه في عامل تاني برضه اللي هو بتاع اكتر حاجه بتعطل الشاب برضه الحياه الاقتصاديه دلوقتي. زمان كان الجواز اسرع من كده بكتير وارخص من كده بكتير، لكن مزبوط. دلوقتي لا، ده في شقه بشيء الفلاني وقاعه بشيء الفلاني ومصاريف الفرح والكلام ده بتعطل طبعا الشاب. وطبعا يا ريهام يعني زي ما يوسف بيقول ان هو الشاب بيقدر يشبع رغباته باكتر من طريقه، يعني مثلا هو الواحد بيبقى عايز يتجوز ليه؟ عشان مثلا يبقى فيه اهتمام، يلاقي حد مهتم بيه، حد مثلا شايل مسؤوليته وهكذا. بس الطرق اللي يوسف بيقول عليها دي يعني ناس كتير بتلجأ ليها، لكن في الاخر بنرجع لنقطة الجواز. يعني لازم مهما الشاب بقى طايش بقى بيشبع رغباته بأي شكل وبأي طريقة بيلف ويرجع تاني ان هو لازم يتجوز، فده طبعا مفيش غنى عنه في حياة اي شاب. وطبعا ان احنا يعني المفروض ان يبقى فيه تيسير بقى في الجواز وفي المهور، ان يبقى فيه تفاهم بين العائلات. المفروض ان مثلا شاب عايز يتجوز ومثلا فاهم مع عائلته اللي هو عايز يتجوزها وكده، المفروض يبقى في تواصل بين العيلتين قبل ما يشرطوا على اي حاجه، يبقى في زيارات متبادله بحيث ان كل عيله تيسير للامور في تعارف قبل ان كده كل عيله تفهم قدرات العائله الثانيه ايه وان هي تقدر تعمل ايه، وبالتالي يبقى في مراعاه كده يعني بينهم وبين بعض. هو ده مظبوط، وده بنتكلم عن برضو هنا فكره المرحله العمريه، يعني كده كل مرحله ليها متطلباتها، بمعنى انه كل ما مرحله بتختلف عن المرحله الاولانيه. يعني ممكن الاول يبقى فيه اهتمامات معينه، بعد شويه يبقى فيه مرحله نضج اكتر، بعد شويه يبقى فيه مرحله نضج اكتر. وحتى دي ممكن نلاحظها في مشكله النهارده اللي احنا بنتكلم عنها، هي سبب من الاسباب برضو. احنا هنا بنبتدي دلوقتي اسباب
الخوف من تجربة الجواز التانية هنلاقيها مرتبطة شوية باللي قاله يوسف في فكرة ان انت مش عايز اي مسؤولية، مش عايز اي ارتباطات، لان الحياة دلوقتي بقت مفتوحة. بنفس الكونسبت ده هو موجود دلوقتي برضو على نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها، انه بعد ما بيحصل ارتباط لفترة وبعد كده الطرفين بيعيشوا مرحلة من الحرية، مرحلة تانية شوية، مجرد ارتباط مفيش مسؤوليات، مع الفيسبوك والانستجرام والسوشيال ميديا ممكن ده يكون سبب شوية في تأخر فكرة ان انا ارتبط تاني واشيل مسؤولية تانية والكلام ده. صح، كبير جدا. بس خلينا نرجع برضو لأسباب اهم من كده. انا شايفة مثلا ان من اهم الاسباب الاساسية في الموضوع ده المشاكل اللي سبقت في التجربة الاولانية، هي اللي بتخلي بتعمل عقدة، بتعمل مشكلة عند كل طرف. ده صحيح طبعا، زي ما مرهم بتقول ان لما حد يبقى مثلا خارج من علاقة وحاسس بفشل، فده طبعا هو يعني الفشل ده بيبقى دايما الطرف بيلقي اللوم على الطرف التاني ان هو اللي غلطان، يعني الزوج يقول الزوجة هي السبب في فشل العلاقة، والزوجة بتقول نفس الكلام ان هو السبب وهكذا، فكل واحد فيهم بيبقى بيدور على حد بقى في العلاقة التانية. ده لو ما كانش عنده خوف اصلا من ان هو يخوض تجربة تانية، بيبقى خايف من حوار ان هو يلاقي نفس الطرف التاني وعنده نفس المشاكل الاولانية، فبيحاول يدور على حد يكون بقى ما عندوش المشاكل دي، في حين ان هو لو فكر هيلاقي ان هو اصلا نفسه، يعني انا المفروض كزوج انا عندي اخطاء وانا ساهمت في المشكلة دي والزوجة هكذا، فيبقى لازم المسؤولية تبقى تبادلية وتكاملية في نفس الوقت عشان يقدروا يوصلوا لحل سليم وحل وسط بين الطرفين، ولما الواحد يجي بقى يفكر في علاقة تانية يكرر التجربة تانية او يدخل في تجربة تانية يحاول يتفادى الاخطاء اللي كانت عنده ويحاول يصحح في اخطاء الطرف التاني. طبعا لازم يتفادى الاخطاء كلها عشان مش اكيد مش هجرب نفس التجربة تاني بنفس الفشل، وبرضه عامل اساسي برضه ان انا اختار الشخص الصح. الشخص طبعاً اكيد طبعا اكتر حاجة اساسية في الموضوع ده ان انا اخترت شخص غلط ما عرفش يتواصل معايا، مبقاش فيش يعني مثلا انا اشيل المسؤولية وهي لا، لا المفروض احنا الاثنين مسؤوليات تقسم علينا احنا الاثنين مش على واحد بس. فلازم بقى طبعا في التجربة الجديدة ان انا يعني اتشوف الاخطاء القديمة اللي انا عملت ايه وحاولت الاشياء، اشوف ايه الغلط اللي انا كراجل عملته وحاولت الاشياء في المرحلة اللي هو ايه هرتبط مرة تانية. بس يا يوسف هو بيبقى فيه اصلا خوف من ان انا ادخل في العلاقة مرة تانية. أيوة. لان انا ببقى خايف بقى من الفشل بتاع المرة الاولى، فده بيبقى حاجز بيني وبين ان انا مثلا ارتبط بحد تاني بقى واتجوز واعمل علاقه وهكذا. بيبقى كمان خايف من حاجه يا محمود، ان هو فكره الاعتياد على الطرف التاني. لما اتنين بيتجوزوا بيبقوا الاتنين من كل واحد من بيئه اجتماعيه مختلفه، لما صحيح. بيجتمعوا في بيت واحد بيبقى فيه يعني نقطه لازم يلتقوا فيها، فبيحصل في الاول مشاكل عشان يقدروا ان هم يتعودوا على طباع بعض، على ان هم يندمجوا مع بعض. بتاخد الحكايه دي وقت، وبتاخد الحكايه دي مشاكل بيمروا بيها مع بعض لغايه لما بيندمجوا على طباع بعض. ده صحيح. فدي عشان ارجع تاني ان انا افكر في ان انا اخوض تجربه جديده بمشاكل جديده بطباع جديده، ان انا اخد عليها دي بتبقى عايزه مجهود وبتبقى في مرحله عمريه تانية طبعا، فبيبقى يعني مش متخيل ان هو هيخش لسه في المرحله دي من اول وجديد ويبتدي فيها وبيحس انها صعبه وبيصعبها على نفسه. فانا حاسه ان هي مش صعبه ولا حاجه، انا حاسه ان الموضوع بيبقى اخد اكبر من حجمه، لانه بيبقى فيه خوف من ان انا اصطدم، يحصل صدام. طب يا ريهام يعني زي ما انت بتقولي كده ان هو بيبقى فيه خوف من الاصطدام، من ان انا اكرر نفس الفشل مره ثانيه، بس هل بقى الفشل ده بيبقى تأثيره أكتر على الرجل ولا على المرأة؟ هي دي نقطة بقى اللي احنا فعلا يعني ناس كتير بتسأل فيها، هل النقطة دي مشتركة ولا الست أكتر ولا الراجل أكتر؟ أنا من وجهة نظري أنا شايفة أنه الاتنين متأثرين بالمشكلة، متأثرين بيها جدا وعندهم نفس الخوف من تكرار التجربة الجديدة. لكن أنا بواقع أن أنا ست يعني بقول أنه الست أكتر شوية كالعادة، يعني دايما الست هي أكتر في كل يعني حاجة. يعني الست بتبقى حاسة إن هي السبب في الفشل ولا إن هي المظلومة؟ لا بتبقى طبعا حاسة إنها مظلومة، بس بتبقى هما الطرفين بيحسوا إن هما مظلومين، مفيش حد بيطلع نفسه إن هو غلطان، خلينا نكون واقعيين. لكن الفكرة إن في موضوع المشاكل اللي بتواجهها الست بعد المرور بتجربة أولانية بتبقى أكتر من الراجل، بتبقى عليها عبء كبير، بيبقى عليها إن هي عبء المجتمع، انه هي
في نظرة المجتمع ان هي منفصلة ومطلقة. بس هو غالبا بتبقى المرأة دايما شايفة نفسها ان هي مظلومة، وحتى الراجل بيبقى شايف نفسه ان هو فعلا قصر. يعني الراجل بيبقى مراعي شوية ان لا يمكن انا سبب في المشكلة دي شوية، لكن المرأة يعني دايما شايفة نفسها مظلومة، دايما هي مظلومة. اصلا نظرة المرأة اصلا هتبقى المجتمع الشرقي اللي عندنا، لا انت نظرة المرأة تبقى لا اللي انت مطلقة وتبقى ليها قيود اكتر غير هو الراجل. هنا محمود انا وهو اختلفنا، محمود بيقول انه لا الست هي بتشوف نفسها مظلومة اكتر، والراجل لا. طب بيعيش دور الضحية لازم. انت اتفقت معايا محمود؟ طبعا اكيد. نفس الوقت ده بيبقى الراجل يعني حاسس بان هو قصر فعلا، وبقى يعني شايل المسؤولية ان انا فعلا اللي غلطان وانا يعني العامل الاكبر في فشل العلاقة دي. دي اختلفنا فيها، لانه دلوقتي كل واحد فيهم هيطلع يعني في النقطة دي هتلاقي فيه اختلافات، هتلاقي كل واحد شايف نفسه ان هو المظلوم وهو اللي غلطان. ما انا ما نفتش الكلام ده، هو بيبقى شايف نفسه ان هو غلطان، ان الطرف الثاني غلطان. وطبيعة الحال على فكرة هو النهاية بتيجي لانه ما فيش حد فيهم بيعترف ان هو غلطان. بالظبط. بالمناسبة يعني ما فيش حد بيعترف بده. فكده كده النهاية بتيجي، بس المشكلة فيما بعد الانفصال. ايه اللي بتواجهه الست واللي بيواجهه الراجل، وانهي فيهم بيبقى اكتر يعني متأثر أكتر بالمشكلة وبيبقى خايف أكتر، مين فيهم أكتر؟ ده طبعا زي ما يوسف قال دلوقتي إن إحنا مجتمعنا الشرقي ده يعني بيبقى ظالم المرأة شوية، أو حاطط لها قيود إن هي لا ده أنت ست وده راجل، الست ما ينفعش تعمل كذا والراجل ينفع. فبالتالي الست المطلقة دي بتبقى حاسة بانتقاص جامد في حقها، بتبقى حاسة بنظرة دينية في المجتمع إن أنت لا ده أنت ست مطلقة، أنت كده ست لا يعني يبقى فيك عيوب كتير. طبعا مش هينفع نذكر التفكيرات كتير بتيجي في الدماغ. مزبوط. لكن الراجل مش بيبقى بيعيبه حاجة كتيرة، ما بيواجهش نفس العبء ده طبعاً. يعني في عبء فعلا بيواجه المرأة كتير جدا في انها بتبقى بين نارين، هي في حالة نفسية سيئة ومتعقدة من تجربة سابقة وما بتفكرش خالص بانها تتجوز دلوقتي، مش قادرة تدخل في تجربة زي دي، في نفس الوقت ان هي مطلوب منها ان هي لازم ترتبط لانه في نظرة المجتمع قاسية جدا عليها انه انت مطلقة فتبقى مشكلة. عموما احنا دلوقتي وصلنا في الاخر انه الفكرة ان الموضوع ده ان شاء الله يعني له حلقات وفقرات تانية جاية، لازم نتكلم فيه، لازم نتكلم فيه طبعا باستفاضة، لانه هو موضوع مش صغير. ان شاء الله باذن الله هنتقابل في فقرات تانية ونتكلم فيه بشكل اوسع. ومضطرين طبعا نخرج فاصل لانه في فقره تانية جايه باذن الله. ان شاء الله اشوفكم على خير. بشكرك يا محمود. شكرا يا ريهام. بشكرك يا ريهام طبعا. بشكرك يا محمود طبعا. شكرا اعزائي المشاهدين، وان شاء الله انتظرونا في حلقات جايه اقوى من الحلقه دي، وان شاء الله متمنيين نكون نالنا اعجاب حضراتكم. السلام عليكم. مشاهدين، النهارده اول حلقه من برنامج ميديا زوم، واول حلقه في الموسم الجديد بتاعنا. برنامجنا فيه فقرات كتير، فقرات فيها كل المجالات الرياضيه والفنيه والاجتماعيه. بس قبل ما نتكلم بالتفصيل عن فقرتنا، تعالوا نرحب بينا بزميلتي جميله شيماء. صباح الفل. صباح النور. ازيك يا سحر، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير وعام دراسه سعيد عليكي ان شاء الله علينا جميعا يا رب يا رب. فقرتنا النهاردة في أول حلقة قلنا هنبتديها زي ما عارفين إن إحنا دخلنا في العام الدراسي الجديد، إحنا بقالنا شهر كده تقريبا، فقلنا موضوعنا النهاردة يكون عن الدراسة وعن المشاكل اللي بنقابلها وعن الإيجابيات اللي بنشوفها، وخصوصا إحنا في ظروف مش طبيعية. ده حقيقي. وطبعا يمكن كل عام دراسي دايما تلاقي أولياء الأمور يقولوا الدراسة جت، ويبتدوا يشيلوا هم بقى المذاكرة والدراسة والواجبات وإهدار الوقت اللي بيتم. بس السنة دي كمان زاد عليها الكورونا. لكن الحقيقي وزارة التربية والتعليم مشددة بشكل قوي جدا على المدارس بإجراءات وقائية كتيرة، يعني منها مثلا نظافة المدرسة أول بأول وتطهير الفصول وكمان يعني تنبيه على الطلاب بغسل اليدين اول باول. تمام. كمان احنا عندنا جزء مهم جدا هو جزء المذاكره. طبعا كلنا اكيد طبعا بنعاني من موضوع المذاكره.
المذاكرة عندنا في حصل فيها شوية إهمال شوية من ولادنا نظرا للظروف الغير طبيعية اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. طبعا اتعودوا على القعدة بقالهم كتير، بقى في إهمال، بقى في اهتمام بحاجات تانية كتير، بقى في تشتيت، ما بقاش في تركيز، مع ان زمان كان يعني التشتيت كان اسبابه حاجه تانية خالص غير دلوقتي. زمان كان التشتيت علشان يعني ممكن يكون الطالب مش لاقي الهدوء في البيت، ما عندوش الكتب الخارجيه اللي يذاكر منها، يعني اسباب معروفه. دلوقتي التشتيت بقى اسبابه حاجات كتير واحنا مش عارفين نلاحق ايه ولا ايه. ده حقيقي. منها طبعا دروس بياخد كتير من الوقت، القعدة على السوشيال ميديا برضو بتاخد من الوقت بشكل كبير جدا جدا. هي يمكن هنقول ان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، برضو سلاح ذو حدين، في منها الافادة وفي منها الضرر، بس يا ترى هل كلهم بيستخدموا الجزء النافع من السوشيال ميديا ولا لا؟ بس كمان يعني قلنا نجيب كده حد يساعدنا بشوية نصايح لأولياء الأمور معانا على التليفون. أستاذة مروة، هل أستاذة مروة معانا على التليفون؟ أيوة مروة، إزيك؟ أهلا بيكي، بنرحب بيكي ببرنامجنا. أهلا بيكي حبيبتي، مبسوطة جدا ليكي. أهلا بيكي أستاذة مروة. أستاذة مروة موجهة منتسوري وخبيرة تربوية أو في مجال التربية والتعليم، يعني هتدينا شوية نصايح لأولياء الأمور بخصوص التركيز وإنعاش الذاكرة. يعني إيه، هنديك المايك شوية كده ونسمع منك. طيب احب اول حاجه اقول انا الموضوع مش خبره خبيره ولا حاجه، بس اول موضوع ببساطه كده ان الاطفال راحوا المدرسه وراجعين عاملين مجهود يعني او تعبانين، لازم يفطروا شويه. مش كل الاطفال زي بعضها، في طفل بيحتاج ينام، في طفل بيحتاج يفصل ان هو يقوم يعمل اي نشاط تاني غير الدراسه. يعني ممكن يرسم، يلون، يتنطط، مش لازم ينام بس لازم يفصل. لكن لكن هنتفق ان كل الاطفال لازم يفصلوا. تمام. يعني اليوم الدراسي قبل المذاكره. بس في اطفال النوم يعني زي ما بيقولوا كده النوم بيجيب نوم، يعني لما بيناموا الفتره اللي بعد المدرسه. احنا قلنا مش كل الاطفال زي بعضها. في طفل بيبقى محتاج ينام، في طفل بيحتاج ساعات نوم اكتر. فبالنسبه له صاحي بدري وراح المدرسه ورجع محتاج يفصل ساعه كده، ينام ساعه ويقوم يكمل، والنوم ما يبقاش فتره طويله، ما يزيدش عن ساعه ونص. تمام. اشمعنى بقى؟ عشان ما يجيبش نوم. بيبقى عايز كمان سمعاده بالليل. بيبقى عايز يكمل بقى وخلاص، يعني دخل في النوم العميق، يعني مش عايز يصحى. يعني احنا مش عايزين نخش في نوم عميق، احنا عايزين نخش في قيلوله، يعني اللي هي الاستراحه القصيره اللي في نص اليوم دي. طب لو هنتكلم عن تنظيم الوقت اثناء الدراسه والمذاكره، ده ممكن نطبقه زي مع اولادنا؟ تنظيم الوقت. بصي انا كل بيت ليه طقوسه يعني، او ليه حالاته الخاصه. احنا ما بنديش نصايح نعممها لكل الناس. كل ام هي اضرب باولادها واضرب بيتها، بس اكيد في ايه بقى، في هيد لاينز زي ما بيقولوا كده، يعني عناوين كده. يعني ممكن نبدا اولا بماده يحبها. تمام. المواد الثقيله شويه اللي هو مش قادر يستوعبها ممكن نستعين نخرج بره الكتاب شويه والقلم والكراسه، ونبتدي نشغل فيديو مثلا توضيحي يوضح الفكره. تمام. عايزين نركز كمان على فكره ان الطفل يبقى مستقل في مذاكرته، يعني مش احنا اللي نجيب الكراسه بتاعه الفولو اب او الداي باي داي ونقعد نقول له وريني بقى خدت ايه النهارده، طلع كتاب كذا واعمل لي كذا لا، عايزين الطفل هو اللي يقول له ده معاد الشغل بتاعك، طلع قول لي عندك ايه، هو اللي يبقى عارف عنده ايه. وهو اللي يبتدي يطلع حاجته، وان انا اتابعه من بعيد. تمام. اتابعه يعني من بعيد، مش انا اللي اسمع له. بس يا استاذه اشوفه كل كلمه بيكتبها. بس يا استاذه مروه، في ولاد لازم انت اللي تقولي لهم تعالى اسالك طلع الماده دي، لان انت لو سبتيه لوحده هتلاقيه دايما بيطلع مواد معينه بيحبها وراكن مواد تانية ما بيفتحهاش خالص، فلازم انت يعني اللي تراقبيه او تبقي معاه متابعاه. احنا كده كده هنتابع من بعيد. نتدخل انت بقى لما يعني ايه، لما تلاقي ان الموضوع مش ماشي كويس. بس هي الفكره في ايه؟ ان انا عايزه انت بتبصي لقدام يا بحر. يعني انت عايزه
عايزه اجيب درجه في الامتحان اللي هو بتاع الاسبوع ده كويس، ولا عايزه بني ادم مستقل بيعرف اللي وراه لوحده وبيقوم يعمله لوحده؟ لا تبقى عادي بقى، يبقى عادي. طب لو هنتكلم انت اشتغلي على الهدف الاكبر وواحده واحده هتوصلي للهدف القريب ده. تمام يعني. تمام. للأسف هو وقت البرنامج انتهى معانا، طبعا احنا كنا محتاجين يعني شوية كمان نصايح، بس ان شاء الله نستكمل في حلقة تانية ان شاء الله. واتمنى ان يكون يعني كنا ضيوف خفاف عليكم ويكونوا استفدتم من حلقتنا، وإلى اللقاء الأسبوع الجاي ان شاء الله، نشوفكم على خير، مع السلامة.